يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني، قال رحمه الله: فلم يقل سبحانه فقل، بل قال: فإني قريب، فما المراد بهذا؟ الله أعلم، يعني الله لم يقل، لأن القرآن كما تعلمون بليغ، القرآن أعلى درجات البلاغة، فلا يذكر إلا ما هو يفتقر إليه الكلام، والكلام لا يفتقر إلى قل، هنا لا يفتقر إلى كلمة قل. نعم.